والآن تنضم إلينا في الاستوديو فرح مراد، محلل أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا بك فرح. بداية طبعا نتحدث عن الآن خطاب جيروم باول، الأنظار كلها تتجه إلى هذا الخطاب الذي سوف يتم طبعا يوم الجمعة المقبل. ما هو المنتظر والمترقب من هذا الخطاب؟ هلا كمان في عنا دقائق الاجتماع الفيدرالي ما بين الثلاثة والأربعة. طبعا مع كمان حديث جيروم باول رح يكونوا عم يعطونا على القليلة صورة أوضح على التحركات القادمة بخصوص شهر سبتمبر. متذكر جيروم باول أكد أو شوي رجح احتمال أنه نتوجه لتقليص 25 نقطة أساس، ولكن يعني ما كتير توقع أن نكون عم نتوجه إلى 50 نقطة أساس. هلأ ليش عم نرجع نسعر أكثر أو عم نشوف تراجع في الدولار اليوم، ويمكن نحن في انتظار أو عم نتوقع أن تكون اللهجة شوي أكثر تيسيرية؟ لأنه في عنا حديث كمان من محافظة شيكاغو، الحديث أنه نحن صح عم نشوف ارتفاع في الاستهلاك في ريتيل سيلز مثل ما كنا عم نشوف الاسبوع الماضي، ولكن كمان في عنا مخاوف انها كلها كانت بسبب الديون. الكريدت كان كمان مرتفع بشكل كتير كبير، ومش هيك كان عم يستمر بدعم الاستهلاك، ولكن هيدا منه يمكن طريقه صحيه او ممكن نضل عم نشوفها مستدامه لفتره طويله. مع تراجع السي بي اي التضخم كمان دون 3% لاول مره عم نحكي من 3 سنين، الاسواق نوعا ما عم تسعر انه قد يتوجه جيروم باول ليعطي لمحات شوي اكثر تسهيليه اكثر، ولكن قليل ما نكون عم نشوف عم يحكي بجاكسون هول هيك ستيتمنت واضحين جدا على السياسة. قام بهذا الأمر 2020 يمكن وخوف الأسواق، استبعد أنه يقوم يمكن إشارات واضحة جدا، بس الأسواق قاعدة وعم تسمع. حيال كومنت يمكن شوي بدل على توقعات مختلفة عن اللي عم نسعرها بالوقت الحالي، قد نرى تحركات أكبر خصوصي أنه هالأسبوع ما عندنا كتير بيانات عم تصدر. صح. طيب فرح، بما أنك أشرتي إلى الدولار، ما هي الأسباب التي أيضا تهدد إن صح التعبير الدولار ليجعله مستمر في هذه التراجعات؟ يعني هو عاملين رئيسيين. هلا الدولار طبعا عم نوصل لنهاية هالدورة رفع أسعار الفائدة، وما في طريق إلا أن نكون عم نقلص. هلا السؤال هو قديش رح نكون عم نقلص، بوتيرة أسرع بطريقة أخف، ولكن طبعا كل ما نكون عم نتوجه الى تقليص اسعار الفائده كل ما هذا الشيء رح يكون عم يضغط على الدولار. الامر الاخر اللي كان معقول يعطي دعم للدولار في حال كنا عم نشوف سلقف مخاوف في الاسواق، ولكن هذا الشيء ما عم نشوفه. صح. عم نرجع نشوف عوده المستثمرين الى الاسواق، عم نتخيل نوع من الفي شيب، يعني بس تراجع كبير ورجعنا ارتدينا بشكل كثير كبير. فالمستثمرين لا يزال اهتمامهم موجود في اسواق الاسهم بعيدا عن الدولار وعن السندات، وكمان هذا الشيء او عوائد السندات طبعا تراجعة. الذهب عم يستفيد كنوع من التحوط أكثر من الدولار، كل عوامل بتفرجينا أنه الدولار يتوجه إلى تراجعات قد تكون. ماذا بالنسبة للذهب؟ طبعا بالحديث عن احتمال خفض الفائدة تأثيره طبعا واضح على أسعار الذهب، هل سيحافظ على 2500 دولار؟ هلا كسره ل 2500 أمر إيجابي، رجعنا شفنا ارتداد اليوم، طبعا هالتحرك الجانبي يمكن نرجع نشوفه على 2480 ممكن جدا. إلى الفترة الزمنية الطويلة مدعوم بشكل كتير كبير، في حال استمر يمكن تراجع الدولار، في حال تسعرت الأسواق، من ذكر الدولار يعني الذهب يسعر بشكل أكبر من الدولار، تراجع الدولار واستمراره قد يدعم الذهب كمان مرة أخرى فوق، يمكن نوصل إلى 2550، ولكن أرى تحركات جانبية إلى أن نرى كاتاليست خبر آخر قد يؤدي إلى الارتفاعات. الضغوط الجيوسياسية موجودة ولكنها شوي بالباك جراوند، ما عم بيكون في عنا يمكن ارتفاع توترات، ارتفاع قد يدعم، تراجع الفائدة قد يدعم، في عنا العديد من العوامل، ولكن على الفترة الزمنية الأسيرة لازم نعرف كسرنا عامل مهم 2500. نضلنا عم نشوف الارتفاعات، يمكن الأسواق شوي عم تعمل جني أرباح، تحركات جانبية إلى أن نرى يمكن ترند استمرار لترند الصاعد. نعم. إذن فرح مراد، محلل أولى للأسواق المالية لدى إكويتي، شكرا جزيلا. شكرا لك.